كيجي هشيش ومقرمل في نفس الوقت، وما تيعطينا لا الضياع لا والو، ما ضاع ليا منه انا حتى حاجه. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يوم فيديو جديد على القناه، قناه ياسما. نتمنى يلقاكم على خير وبخير. غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الفقاص. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه هذه 3 ديال البيضات وصفر بيضه، هي 3 ديال البيضات وبيض بيضه باش ما يضيعش لنا داك البيض اللي نستخدموه في الاول، وصفر ديال البيضه خلو حتى ندهنوا بها الفقاص. كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت، زيت المائده، سكر سنيده، كاس ديال اللوز. بالنسبه للوز انا رطبته تقريبا واحد ربع ساعه في الماء باش يجينا هشيش وما يهرسش لينا الفقاص حتى تنفخ على الشكل هذا. نص كاس ديال الزنجلان، شويه ديال النافع، ساشي ديال الفاني، وخماره من فئه خماره حمراء من فئه 8 غرام. اللي عندكم 7 غرام تقدروا تستعملوها. اول حاجه غادي نفقص البيض، فبالنسبه للمقادير اللي بغيتو تضاعفوهم يمكن لكم تضاعفوهم، انا درت غير نصف الكميه، يمكن لكم نتوما ديروا 6 ديال البيضات بالشكل هذا. وغادي نجيب واحد الطبسيل فاش غندير هذاك صفر بيضه باش ندهن الفقاص. فنخدم بالبيض ونخلي الصفر على الشكل هذا، نخليه على جنب باش نخدم به. وغادي ندير كاس ديال السكر سنيده، البيض صافي. وغادي نخدمهم على الشكل هذا. فاول حاجه في اي حلوه كنخدموا البيض والسكر حتى تذوب لينا شويه سنيده. وعاد هذيك الساعه كنضيفوا الزيت، حنا كندمجوا الخليط مزيان. فالحلوه ضروري انكم تخدموها في شي حاجه اللي تكون هكا متسعه باش تحكموا فيها، وملي تبغيو تزيدوا الفرن تخدموها مزيان وتعرفوا القياس ديال الفرن ديالها. فبالنسبه للفرن الدقيق، دقيق الحلويات ضروري خصو يكون دقيق ديال الحلويات، ما غاديش نعطيكم القياس ديالو بالضبط حيت كل واحد والدقيق اللي عنده، كاين اللي عنده غير الدقيق العادي، كاين اللي عنده الدقيق ديال الحلويات ولكن ما كيشربش مزيان. فالدقيق ديك الساعه انا غنوريكم العجينه كيفاش خاصها تكون. غنضيف دابا الزيت، كنزيد الزيت، انا كنضيف الزيت وانا كنخلط. فكما كتشوفوا راه سنيده دابت تماما بالشكل هذا. بالنسبه للوز انا غادي نضيف اللوز. اللوز كاين اللي غادي يبغي النكهه ديال الزهر يقدر يرطبوه في الزهر، انا رطبته غير في الماء. ضروري خصكم ترطبوه قبل ما تخدموا به باش كيجيكم مرطب في التقطاع وما كيتهرش لكم، ما كيضيعش لكم بزاف ديال الفقاص. انا كنضيف اللوز هكا حبيبات طعمو غارو. نص كاس ديال الزنجلان وتقريبا واحد جوج معالق صغار ديال النافع. كندمج الخليط كامل بالشكل هذا. غادي نضيف ديك الخماره وانا كنخلط. الفاني كيعطي فيها واحد النكهه اللي زوينه، الا ما عندكمش تقدروا تكتفيوا غير بهاد النكهات اللي درنا قبل. صافي وغادي ندير في هذيك الخماره دابا، ما نخليهاش حتى الاخر باش تندمج ليا مع الخليط كامل. نضيف ليها ونخلط. فكما قلت لكم هاد الفقاص غير نص الكميه، يمكن لكم انكم ديروا 6 ديال البيضات وكاس ديال الزنجلان وزلافه، غتعبروا بزلافه، زلافه ديال الزيت وزلافه ديال السكر.
الزفره كذا جوج كيسان ديال العنب. صافي دابا غادي نبدا نزيد في الطريق بشويه بشويه. غنضيف غير بشويه بشويه، فضروري الفقاص ما تقصحوش بزاف باش ما يطرطقش، خليو العجينه كتلتصق في اليدين. غنضيف الفورص بشويه وانا تنخلط. غادي يهز لكم تقريبا ما بين نص كيلو كيلو ولا ربع، يقدر يهز لكم نص كيلو، يقدر يهز لكم 600 غرام. العجينه عندكم ميزان هذا، ندير الفرن نلفو دقيق الفرن. كما تشوفوا هو جمدتو، راه باقي كيتلصق، شفتوا؟ غنزيد عليه غير واحد شويه باش ما يبقاش عندنا بزاف. شحال هذا حيدو داكشي اللي لاصق في المكسعه. نزلت عليه الطخيخ من الفوق غير باش ما يبقاش يلصق. صافي ندخلو هادشي الباقي. صافي غنحيد هاد الكسعة هادي باش ما يبقاش يلصق ليا بزاف. صافي انا غادي نحيد العجينة والكسعة باش ما تبقاش تلصق ليا بزاف. نحطها هنايا بشكل هذا، نكمل الخدمة ديالها. غنجيب واحد شوية ديال زيت المائدة غندهن هنايا. انا خاصني العجينة تبقى مطلوقة وفي نفس الوقت ما نقصحاش، انا غنقسمهم غير على ثلاثة، نحاول انني نديرهم قط قط. بعد ما كونتهم قد قد غادي ناخذ هاد الاولى وغادي نسرحها على هاد الشكل، الشكل هذا، نجيب الطاوله ونحطها فيها الشكل هذا. نجيب الثانيه، ضروري خصكم دير واحد شويه ديال الزيت باش ما يلصقش، ما تقصحوش بزاف الدقيق باش ما يطرطقش. نحطها هكا واحد نقرز عليها واحد شويه هكا، ونجيب الثالثه. الصراحه الحلوه كتصايبوا الشكل كاملين، ضروري خاصكم الفقاص، الا ما كانش الفقاص بحال ما صايبناش الحلو. نقرزها واحد شويه فهاد العجينه هذه كتخرج ثلاثه ديال الباريزيانز. صافي وغادي نجيب هذاك الصفار ديال البيض، غنضيف ليه شويه ديال القهوه نسكافي غير ديال المعلقه غير لهذا الشكل هذا باش نحيد غير الزفوريه ديال البيض. فانا ما بغيتش يجيني قهوي من برا، غير نخلطو ندمجو. صافي تذوبت نسكافي مزيان، كيعطيني هذا اللون هكا بحال شكل الكراميل، ماشي كحل وماشي. صافي نبدا ندهن هاد الفقيق سديون. بالنسبة للناس اللي ما تنجحش ليهم، هادي هي الطريقة اللي غادي تخلي انه هي ينجح معاكم بالشكل هذا. فهاد الصفر ديال البيض هو اللي كيخلي الفقاس كيجي مذهب، كيجي الشكل ديالو زوين. فكما قلت لكم تقدروا انكم تضافوا المقادير، الا درتوا 6 ديال البيضات كيخرجوا لكم
ستة ديال الباكيتات بحال هاد الشكل هذا. يمكن لكم انكم ما تبلا ما بغيتوش ديروا نسكافيه ولا ما كانتش متوفره عندكم، ديروا واحد النقيطه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل وتخليوه هكا تصفر، حتى هو كيجي الشكل ديالو احسن من الا كثرتو نسكافيه، كيجي محمر بزاف الا درتو قهوه سريعه الذوبان. حاولوا انكم تدهنوه وما تطيحوش داك الصفر ديال البيض لتحت كي تيتحرق، تيحرق لينا نفقص من الجناب صافي على هاد الشكل هذا. نتوما كاملين غادي نجيب واحد الشوكه وغادي نبدا نسوق على هاد الشكل هذا شويه. الشكل هذا ندير حتى الجناب، نعاود معاكم واحده اخرى كندير الزيكزاك وكنبقى غادي مع هذا الشكل هكا. كنجي للثالثه بالشكل هذا صافي، الشكل هذا باش يجينا مزوق. وغنجيب واحد الكيغدو بالشكل هذا كيغدو، غادي نثقب القاس كله نثقبو هكا باش ما يطرطقش، يلقى المساحه باش يتنفس بالشكل هذا. كنثقبو كامل من الجناب من الفوق بالشكل هذا. انني نثقبو كامل كيف ما قلت لكم باش ما يطرطقش صافي، ندور على الجناب كاملين. انا غادي ندخلو الفران على درجه حراره متوسطه 180، اللي عنده فران ديال الغاز ينقص ليه يخليه كيطيب على خاطرو باش يتنفخ، وديك الساعه نوريكم شنو غادي نديرو بالفقاس. فانا عاده كنبيتو، ومره مره الا كنت زربانه به غندير عليه غير واحد المنديل فازك وغادي نخدم به، ندوز واحد ساعتين ثلاثه السوايع ونخدم به. غندخلو دابا الفران نعاود نطلق. ما طاب الفقاس كيجي على هذا الشكل هذا. انا نخرجه من الفران مباشره، ما نخرجوه من الفران شو انا ما خليتوش تحمر بزاف حيت مازال غادي نحمرو. غناخذ واحد الزيف اللي هو فاسك، انا فزكتو وعصرتو مباشره غنديرو فوق منه على هذا الشكل صافي. وغادي نخليه يرتاح تقريبا ليله كامله اللي بغيتو، ليله كامله يا اما 4 السوايع 3 السوايع باش ما يبقاش يتهرس لينا الفقاس، وعاد نعاودو نتلاقاو باش نقطعو الفقاس. انا الفقاس ديالي بيتو ليله كامله ما كنت زربانه به، الا كنتو زربانين غادي ديروا غير 5 ديال السوايع كما قلت لكم وغادي تبداو تقطع. فانا بديت التقطاع ديال الفقاس كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نكمل معاكم التقطاع، ضروري الموس خاصو يكون ماضي بزاف باش دوك في اللوزات يتقطعوا وما يهرسوش لنا الفقاس على هذا الشكل هذا. وتبقاو كتقطعوا نتوما مايلين واحد شويه، وكديروا الغلط اللي بغيتو ديال الفقاس. انا بيتو غير متوسط ما غاديش نميل بزاف بالشكل هذا. صافي نبداو نسخنو في اللاطه، انا هذه عندي عمرات طفيها غير وحيده. غندخلوه للفران على درجه حراره 180، غنخليوه كيتكرمل غير بشويه غير ما نجهدوش عليه البوط. شوف كيجي هو ما كيتهرس ما والو. كما قلت لكم ضروري الموس خاصو يكون ماضي، وكتبقاو كتحركو هكا بحال كتقطعو في اللوز من الوسط باش ما يتهرش، ما تنزلوش عليه بقا وحده، وتشدو الفقاسه من هاد الجهه بحال هكا. فالناس ديما كيعانيو من ان الفقاس ديال اللوز يتهرس، غيتبعو المراحل ورا غادي ينجح معاكم 100%. صافي شوفوا ما تيتهرس ما والو، شوفوا كيجي اللوز موسع في كل شيء.
كما قلت لكم انا ندخل الفران على درجه حراره متوسطه باش يجيني داك اللون صفر وذهبي، ونعاود نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديال اللوز ديالنا. القص ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، من بعد ما خرجتو من الفران كيجي على هذا الشكل مذهب. فضروري ضروري اهم حاجه في الطيب ديالو انكم نقصوا عليه شويه الفران باش يتحمر ويتقرمل في نفس الوقت. غنوريكم واحد الوحيده كي كيجي، شوفوا فكيجي هشيش ومقرمل في نفس الوقت. وما تيعطينا لا ضياع لا والو، ما ضاع ليا منه انا حتى حاجه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه والدعم ديال القناه وجيم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم.